حبايب قلبي، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في قناتي يحيى النوبي. ده حسن ابو فله من الكويت اللي قلت لكم عليه من فتره، وهو عامل مسابقه على 10 عربيات، في عربيه منهم واحد منهم فاز من الكويت، فضل 9 عربيات، والنهارده اخر يوم في المسابقه. السحب يا اما النهارده اخر النهار او بكره، ان شاء الله تكونوا من الفايزين. كلنا نسعى ان احنا نفوز باذن الله. انا هحط لكم رابط بتاعه، ممكن تذهبوا على طول على الانستجرام وعلى او على القناه بتاعته وتتابعوا المسابقه، وان شاء الله تكونوا من الفايزين، وان شاء الله هنبدا مع بعض موسم قوي ومتشكل بالدعم الاخير. وصلنا 1304 مشترك على اليوتيوب، 11000 لايك على الفيسبوك. اشوفكم الفيديو الجاي، يلا بسرعه روح على الانستجرام بتاعه على طوله، مش سهل جدا اشترك في المسابقه بتاعته، وان شاء الله تكونوا من الفايزين. مع السلامه بالعربي، ان فياض النوبي دفيدني بالبلغاري.